الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الميامين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. سيدي سيدي يا أبا الجواد، سيدي يا أبا الجواد ويا ابن الحبر موسى ويا مناط الرجاء، يا مقيما بقلب كل محب، ولو أن المدى بعيد نائل، يا ابن أصلاب من أعز رجال وابن أرحام من أعف نسائي. ولد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في سنة 128 من الهجرة، ووفاته تكون سنة 203، فيكون مجموع عمره الشريف 55 عام، يعني نفس عمر أبيه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله. الإمام موسى بن جعفر أيضا عاش 55 سنة. ولادة الإمام سلام الله عليه كانت بالمدينة، دارهم دار الإمام سلام الله عليه معروفة بالعريض أو بالعريض في نفس المدينة. ولد الإمام صلوات الله عليه وأمه أم ولد نوبية اسمها أروى وتلقب بشقراء. هشام ابن أحمر يقول أنا كنت عند الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، قال لي هل علمت أن هناك رجل مغربي قد قدم إلى المدينة يبيع جواري؟ قلت سيدي ما سمعت. قال لي بلى، قدم رجل مغربي ومعه جواري شبيات، هلم بنا قم بنا إليه. يقول أقبلت جئت بخدمة الإمام سلام الله عليه، دخل عليه قال له أرني ما معك من الجواري. يقول فأرانا خمسة من الجواري. الإمام قال له لا حاجة لنا بها، عندك جارية غير هذه هاي الجواري اللي عرضتها. قال له بلى ولكنها مريضة. قال له ما في مانع أن نراها. فأخرج الجارية وفيها أثر للعلة. قال للإمام سلام الله عليه هذه أنت تبيعها؟ قال له لا شأن، لا 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 أريد بيعها. ترك الإمام ورجع. يقول صاح لي قال لي باليوم الثاني مر عليه اسأله قل له كم كان هدفك فيها؟ هذا تمنع يريد سعر زايد، فمهما يقول لك أنت خذها منه. شو يقول لك بأي سعر خذها منه. يقول أقبل قلت له كم كان هدفك من سعر هذه الجارية؟ قال لي لا أنقصها عن مبلغ كذا. زين أنا قبلت. يقول دفعت له المبلغ. قال لي زين أنا بعتك لكن أريد منك سؤال. قلت له سل. قال لي من هذا الذي كان معك؟ قلت له رجل من بني هاشم. قال لي من أي بني هاشم؟ قلت له ما عندي أكثر من هذا، رجل من بني هاشم. قال لي أنا أخبرك. قلت بلى. قال لي أنا هذه الجارية اشتريتها من أقصى المغرب، أخذتها من أقصى المغرب،
لما أخذتها من أقصى المغرب مريت رأتني امرأة من أهل الكتاب، امرأة مسيحية، استوقفتني قالت لمن هذه الجارية؟ قلت لها لي. قالت ما ينبغي أن تكون هذه الجارية عندك، ينبغي أن تكون عند خير أهل الأرض ولا تلبث عنده طويل حتى تلد له خير أهل الأرض، وأنا جبت هذه الجارية. يقول أقبلت بالجارية والإمام سلام الله عليه تزوجها، ولما تزوجها كان بكرها ولدت له الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. طيب الإمام الرضا صلوات الله عليه كون ابن جارية هذه مو ظاهرة يعني فريدة في تاريخ أهل البيت، يعني يلفت النظر ولع أهل البيت بأن يتزوجوا جارية. طيب هذه احنا إذا ننظر إليها من منظارنا يعني من ناحية تقاليدنا كعرب، العرب كانوا يحتقرون ابن الجارية، إذا أم جارية يعتبروا هجين، يعني مو أصيل من الطرفين، هجين، ها؟ أحد طرفي آبائه هجين. طبعا هذه النظرة نظرة جاهلية، ليش؟ لأنها لا تنسجم مع العقل ولا تنسجم مع الشرائع، وإنما تنسجم مع التقاليد، مع العقل. العقل يقول بالعكس، يعني أرجوك أنا إذا أجيب امرأة من حضارة أضخم من حضارتي، شنو نقصها عن المرأة اللي عندي؟ ليش؟ ليش يعني هذه المرأة اللي عندي لأنها متحدرة من أصل عربي أفرض، إذيش متحدرة من أصل أفرض هذا الأصل رومي مثلا، وأنا أعرف أن هذه عدها حضارة أضخم من حضارتي اللي أنا أنتمي إلها، شنو المانع يعني من الزواج من عدها؟ هاي ناحية. الناحية الثانية الإسلام رسالة عالمية يريد يخلي الشعوب تندمج بعضها بالبعض الآخر. أول أهداف الإسلام أن يخلي الشعوب تندمج بعضها بالبعض الآخر. ليش؟ حتى يخف وقع الفتح. شو التفت للنقطة الآن، أي أمة من الأمم فتحها الإسلام ظلت في نفسها عقدة أنه إجا الإسلام فتحنا ودخل وخرب حضارتنا وقضى على الحكم اللي عدنا وهو أخذ استلم الحكم. هذا لا تصور شيء سهل، يعني الآن حتى في التاريخ المعاصر خذ مثلا في الحرب العالمية الثانية بعض المدن اللي احتلوها الحلفاء، تصور ذولا ما استقروا إلى أن ردوا مرة أخرى إلى جذورهم، مثل ألمانيا مثلا نبه. فمو سهل واحد محتل فاتح يجي يقيم بالبلد والناس ينظرون إلى نظرة طبيعية، لا لا أبدا، يعتبروه محتل والنظرة إلى المحتل نظرة متشنجة. الإسلام يريد يمتص هالنظرة. شلون يمتصها؟ فتح باب الزواج على مصراعيه، باب التشري. هذا باب التشري خلاهم يزوجون أكبر قدر ممكن، صار شنو اختلاط بالدماء، صار هذا أبوه من الروم لكن خالة، أو أمه رومية وأبوه عربي وأخوالة من الروم لكن أعمامه من العرب، والتقى بعضهم بالبعض الآخر، اندمجوا وأصبح الاتصال قائم بين الأمم على مختلف أجناسها، مما أدى إلى امتصاص النقمة. هذا هدف من الأهداف. والهدف الآخر أن هذا أنا لما أمتزج ويا دمويا راح أقرب منه فكريا. أرجوك البيت اللي أنا أتزوج من عنده، إحنا خمو قاعد أنا على حدة هم على حدة، أكو اتصال تجاور اندماج. هذا التجاور والاتصال شي أدي؟ أدي إلى الاختلاط بالمشاعر وبالأفكار، بالنتيجة أنقل تقاليد الإسلام، عادات الإسلام، أخلاق الإسلام. إذن يلعب الزواج دور مهم. ولذلك تلاحظ
أن الأمم اللي احتلها الإسلام أباح التشري من عندها. ليش؟ حتى يمتص النقمة. أي ناحية؟ يبقى عندنا سؤال أعتقد كثير من المثقفين شوية ينظر لنظرة متشنجة، يقول شنو الآدمي يباع؟ شنو حيوان هو الآدمي؟ ليش يباع؟ جارية هاي تباع بيع ليش؟ شنو هي حيوان؟ يو لا آدمي، والآدمي إلى كرامة. أنا أبين لك يعني الواقع هاي مو ما مستهدف الإسلام إذلال الآدمي، الله كرم الآدميين، لكن شنو هدفه؟ هدف هالشعوب اللي قاتلها الإسلام أول ما قاتلها قبل ما يقاتلها يعرض عليها يقول له أنت تدخل في الدين الإسلامي؟ إذا دخل حلت المشكلة، صار واحد من المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم. قال لا والله أنا ما أريد أدخل، أريد أبقى معتز بديني، مثلا أنا مشيحي أو أنا يهودي أو أنا حامل كتاب، أنا أعتز بديني. يقول له ظل على دينك أنت، بس أنت أريد من عندك المواطنة الصالحة، ادعن للإسلام وادفع الجزية. الجزية شنو؟ شي رمزي يعني 48 درهم 50 درهم من هالنوع، شيء رمزي يدفع الجزية ويأخذ مقابلها كل الحقوق اللي يأخذها المسلم. إذن العملية شنو المراد بيها؟ المراد بيها عملية ترويض. أنت ما طول عاندت لا تدخل بالإسلام ولا تيجي تصير مواطن صالح، تريد تبقى عنصر مخرب، يحاول الإسلام شوية أن هالعنفوان هالعنجهية يكسرها، وبعد ذلك يفتح له ألف باب للعتق، وخصوص هاي الجواري اللي تتزوج بس تحمل تنعتق من ملك ولدها، تصبح ملكيتها متزلزلة وبعدين تعتق من ملك ولدها. على العموم هذا الموضوع إلى وقت آخر، بس حبيت هاللمحة لا تمر دون أن أشير إليها. طيب ولد الإمام سلام الله عليه، وبمجرد أن ولد سماه الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه بهذا الاسم المحبب، سماه عليا. هذا الاسم طبعا كان أهل البيت يحرصون على أن يسمون أبنائهم به، يعني اكتسب مكانه ممن سمي به وهو أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أمير المؤمنين لمنزلته في نفوس أهل البيت يحبون أبنائهم دائما يسمون بهذا الاسم. طيب لقب بألقاب، أول لقب الوفي، واللقب الثاني الصابر، واللقب الثالث الرضا. نبه لي الصابر معروف، الإمام سلام الله عليه صبر على حالات على مواقف سيمر علينا بعضها، مواقف جدا صعبة كانت، لكن الإمام سلام الله عليه ما أظهر تألم أو تأثر منها بالمرة، زين خلاها مرت وامتصها. فيعبر عنا بالصابر لصبره، والوفي الوفي لرسالته، الوفي للناس، والرضا رضا الله في أرضه ورضا الناس في الدنيا، رضا الله في سمائه وأرضه ورضا الناس في الدنيا. الناس يعني خلافة الإمام سلام الله عليه نادر اللي عارضوها، يعني حكم الإمام نادر اللي عارضوه، قبول لولاية العهد ما عارضوه إلا أفراد قلائل، وإلا العم الأغلب كان يرى بالإمام أن المنصب دونه، فيلقب بالرضا. لكن أكو عندي لقب شوية هذا أريد أمر به، هذا أبرد الألقاب، لقب السلطان. نبه لي، وأكو بعض الناس وايا مهتم بالزيارة، السلام على السلطان، كانه خاطر سلطان. شنو سلطان؟ شي قدم شي أخر سلطان؟ أكو عندنا هذه المزايا يقسموها العلماء قسمين، عندنا مجية منجعلة يسموها ومجية مجعولة. المجية المجعولة أن واحد يخلع له على واحد لقب، أنا أسميه كذا، أعطيه لقب مدير أو أعطيه لقب عقيد، ما طوله يشتغل بالمهنة، إذا وخر راح عنا اللقب، هذا مجعول. ومرة لا منجعل، عالم، العالم ما يروح عنا لقب العالمية أبدا، موجود مو موجود، عايش ميت، لقب عالم ما ينفصل عنا. ليش؟ لأن العلم من الملكات الروحية،
والملكات الروحية ما تنفك عن الإنسان، ملاجمة إليه، مو فرشيه. أنت ملاحظ شو يقول الشاعر؟ الشاعر يقول إن الأمير هو الذي يمشي أميرا يوم عزله، من ينعزل ها هو يبقى على لقبه، إن زال سلطان الولاية لم يزل سلطان فضله، لأن هذا عنده فاضل وعنده علم، وهذا الفضل والعلم ما يفارقه في حالة من الأحوال، من الصفات الملازمة إليه. فمو فرد شيء مهم أني أنا أجي أقول السلام على السلطان. مروان صار سلطان، قحط سلطان يعني مدى الدماغ، يزيد صار سلطان وشنو يعني؟ شيء قدم شيء أكر، هل إصرار على هاللقب ولا إلى طعمه ولا إلى معنى؟ يكفي أنا أقول عنه أن هذا الإيمان الرضا خلاص كافي، الوفي الصادر، هاي صفات وخلال كريمة من جملة أخلاق الإمام سلام الله عليه التي ستمر علينا. فهذه الألقاب في واقع الأمر ألقاب مشتقة من الذات، وأكو لا والله لقب من هذا النوع اللي قلت لك السلطان، وهذا أصلا الإمام كان يكرهه، كان يبغضه، أجبر عليه، لأن لا يقدم ولا يؤخر ولا يرفع من قيمة الإمام أبدا. أكد لك أكو بعض الناس يرفع من عند الشرير، وأكو بعضهم لا والله ما يرفع من الشرير، لا جودة ولا ينقصه. إذن الإمام سلام الله عليه أهم ألقابه الإمام الرضا، نعم هذا لقبه. زين، لقب بالرضا ولقب بالوفي ولقب بالصابر، ترعرع في حجر أبيه الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وكان الإمام موسى بن جعفر ينص عليه، يشير إلى إمامته من بعده. داود الرقي يقول ادخلت على الإمام موسى بن جعفر، قلت له سيدي أنا قد كبرت سني، سني كبرت وأصبحت بحالة يعني ما أعرف يا يوم، وأسأل الله أن يطيل في عمرك، ما ندري إحنا لو حدث أمرها خذ بيدي، حط إيدي على الذي من بعدك، من اللي يتولى بعدك، لأنه خاف تروح بين السبل يمينا وشمالا. قال له لما توفى أبوك الإمام الصادق صلوات الله عليه الناس راحوا يمنى ويسرى، لأن كل واحد يجي يدعي، أكو عركة على الألقاب، ها هذا يريد هاللقب وهذا يريد هاللقب وهذا يعطي نفسه لقب منا للصفاء، ها كيفهم يا هو يريد، ها فقال له أنا ما أدري خاف ضيع علي الحكاية، أنا أريد حط إيدي على المنبع الصحيح. قال له الإمام ولدي هذا هو نفسه الذي يتولى أمركم. كان الإمام سلام الله عليه موسى بن جعفر يجمع أولاده يقولهم أخوكم علي هذا هو عالم آل محمد، اسألوه عن أديانكم، اسألوه عن مسائلكم، واستمعوا إلى قوله واكتبوا ما يقول. كان ينص الإمام سلام الله عليه، ينص عليه ويعينه لأنه ذني أكو أمور اللي تدل على الإمامة لا سبيل إلى معرفتها إلا من الله، اللي من جملتها العصمة. بتنبه لي مو الله أمرنا بالكون مع الصادقين، قال وكونوا مع الصادقين، زين أنا شون عرف هذا صادق؟ يعني الآن كثير من الناس يتكلم وأنا ما أعرف صدقه من كذبة. العصمة أمر خفي، وإذا كانت العصمة أمر خفي لا سبيل إلى الاستدلال عليها إلا من قبل المعصوم. النبي نص على هذا، هذا النص يدل على العصمة. إحنا إنما نشترط العصمة ليش؟ وأكو بعض الناس يقول طوبائيين خياليين، شنو معنى عصمة؟ أنت الآن بأمريكا قبل أيام أنا أقرأ خبر يبحثون عن واحد هذا بجغرة مرشح إلى الرئاسة، بجغرة كان مدافع الضرائب وعدم دفع الضريبة عندهم يعتبروه جريمة، هذا متخلف عن دفع الضريبة معناه مو مواطن صالح، وإذا كان مو مواطن صالح ما يصلح أن يصعد للحكم. واحد مثلا غلط عندهم بقضية واحدة ارتكب الزنا، طبعا صارت عار عليه وهوشة وأرادة وخلعة، اش تفتهم من هذا؟ تفتهم أن الشعوب
في قرارة أنفسها تريد واحد نظيف يتولى أمرها. ها هو احنا مو طبائيين مو خياليين عندما نشترط العصمة، نقول الله يأمرنا بإطاعة أولي الأمر. إذا كان أولي الأمر مو معصوم معناه يجوز عليه يشرب الخمرة، معناه يجوز عليه ينحرف، معناه يجوز عليه يشفك الدم. شلون الله يأمرنا بإطاعته في حال عصيانه؟ ما يمكن. لما يأمرنا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر، لما يأمرني بإطاعته، هذا لما يجي يضرب أعناق الناس هاي الدماء اللي يشفكها الله يأمرني بإطاعته؟ ها؟ طبعا ما يأمرني الله بإطاعته. فلذلك أنا اشترط العصمة، أقول المعصوم ما يقدم على شفك الدم إلا بالأصول وفق الأدلة. أكو واحد مستحق شفك الدم يشفك دمه، إذا مو مستحق لا، لئن تجول السماوات والأرض أهون على الله من قطرة دم حرام تشفك. إذن مسألة التقيد بما رسم الله وبما أمر الله، هاي إحنا نريد نضمنها. منين نضمنها؟ نضمنها عن طريق العصمة. هسه قد يجيني واحد يقول لي لا، العدالة شرط، العدالة المسلمين كلهم يشترطون العدالة بالإمام. أقول له لا تفك يا معود، هدنا جوز حالنا، لا تخلينا نحط أصابعنا على الدنابل ونبين لك وين هالعدالة هي. ها وين بيا مكان هي العدالة؟ ها يمتى إجت؟ في أي الدماء كانت تشفك لأتفه الأسباب على أي حال. فتقول له إحنا عندما نشترط العصمة ما نشترط العصمة اعتباط أبدا، نشترط العصمة مو من فراغ ولا من طبائية أو خيال أبدا، وإنما شرط العصمة ضمان لاستمرار الحكم على مسيرة عدل، مسيرة صواب واستقامة. طيب أرجع للموضوع. إذن الإمام سلام الله عليه ترعرع وين؟ بالمدينة المنورة، ونشأ في حجر الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. وكان الإمام يتصدى لماذا؟ يتصدى لنشر العلم على طريقة آبائه وأسلافه، يعني يجي إلى الأماكن اللي يجتمع بها العلماء، الإمام سلام الله عليه يكون في ذلك المورد محلا للسؤال، الناس تفد عليه للاستفادة من علمه. والمؤرخين لما يمرون بالإمام الرضا سلام الله عليه يذكروا له مواقف علمية كثيرة. يعني تتصور واحد من أصحابه يقول ما رأيته سئل عن مسألة فلم يجب عنها، وكانت أجوبته كلها انتزاعات من القرآن. أجوبته كلها انتزاعات. هذا شو نسميه؟ هاي عندنا مرحلة من مراحل الاجتهاد يسموها مرحلة الفتوى مع النص. اشتبه لي، كان حركة الاجتهاد مرة بمراحل، واحدة من المراحل أنا لما النص يمي، يعني أفرض أيام النبي، أيام النبي صلى الله عليه وآله، لما واحد يسأل له واحد يقول له أنا بشهر رمضان أفرض أريد أكل بعد طلعة الشمس يجوز لي أو لا؟ يقول له لا ما يجوز، لأن القرآن يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لأن النص يمة ومعروف معناه، رأساً تجي الإجابة. بعدين اتطور الاجتهاد، صاروا يجيبون الفتوى مع النص. هاي المرحلة اللي بيها الأئمة سلام الله عليهم، الإمام ينتزع الجواب من القرآن رأساً، يجي لي يقول له واحد أنا نذرت أنا أن أتصدق بمال كثير، هذا المال الكثير ما أدري إيش قد، أنا الله عز وجل شافاني تمرضت وانذرت أنه إذا الله شافاني سوف أتصدق بمال كثير، بس هذا المال الكثير ما استطيع تحديده إيش كثر. قال الإمام روح الصدق بثمانين دينار. قال شنو الدليل؟ قال الدليل الله عز وجل يقول للنبي لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. المواطن الكثيرة حسبناها إحنا غزوات 80 أو 83 فانتزع رأسا الجواب أخذ من القرآن. يعني الإمام سلام الله عليه ما بحاجة إلى أن يستعمل الأدوات الفنية لاستنباط الحكم، لا، رأسا يجي يأخذ الحكم من القرآن الكريم. فكان الإمام يجلس يتصدى لإجابات الناس.
تدش قد جمع له المأمون من العلماء، جمع له من علماء الأديان ومن علماء المسلمين جماعة بمجلس، وخلى الإمام بالوسط وبدأت الأسئلة تنهال عليه والإمام يجيب يجيب، حتى عبارة المؤرخين يقولون أجابهم بأجمعهم وما تلكأ عن جواب قط. كان سلام الله عليه يتصدى للإجابة في مختلف المسائل التي كانت تطرح عليه. حتى الشاب بغض النظر عن المسائل الفقهية، الإمام بالطواف وقف لواحد قال له يا ابن رسول الله عندي غصة في صدري، سؤال خانقني أريد أسألك به. قال له سأل. قال له الجواد من هو؟ أنا أسمع فلان ينعتو بالجواد، من هو الجواد؟ قال له أنت تقصد من المخلوقين أو تقصد الخالق؟ إن كان من المخلوقين الجواد هو الذي يخرج من عهدة ما افترض الله عليه من الحقوق. الله فرض على الإنسان حقوق، اللي يؤدي هالحقوق هذا جواد، يجود نعتبره مو بخيل، زين جواد. لكن إذا سألت عن الله عز وجل هو خالق الجود، الجود بالنسبة إلى الله إن أعطاه هو جواد وإن منعه هو جواد. تتنبه ليش؟ لأنه الله عز وجل عندما يمنع بعض الناس ما يطيهم، ما يطي لمصلحة يريد يربيه، لأن بعض الناس إذا اطيته يفسد. شد خاطبه بالدعاء ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. لأنه أنا مش مدريني أنا هذا المبلغ اللي تطيني إياه، هذا المبلغ اللي تطيني إياه راح يصلحني لو ما يصلحني. شو دخل أقرب لك المعنى؟ فديوم دخل قيس ابن ثابت، قيس ابن ثابت شخصية أنصارية من بيت محترم، وقف يريد يقعد يم النبي، أكو واحد من الفقراء قاعد يم النبي شوية أطرش، هذا أطروش ما يسمع، يريد يصير دائما إلى جانب النبي حتى يستمع إلى قول النبي. فهذا وقف عليه يتصور أنه شخصية ومن بيت محترم لازم يقوم له هذا يوخر عنه، ما قام، هذا معتز بمكانه. قال له ابن فلانة أنا أقف عليك ولا تقوم. النبي هو يتألم من الكلمة يا ابن فلانة، العرب إذا أرادت تحتقر واحد تنسبة الأمة ما تنسبة لأبوه. النبي تألم لما فرغ قال له تعال شوف هذول القاعدين بالمجلس، هاي بيهم أحمر وأبيض وأصفر وأسود أشكال أجناس، أنت مو أفضل من هذولا، لا تفضل على أحد منهم إلا بالتقوى. أنت هاي غلطتك ويا هذا الرجل تقول له يا ابن فلانة كسرت قلبه وهذا مؤمن، أنت راح تعاقب عند الله. قال له يا رسول الله اعفني أنا، سامحني أنا غلطت، وبس أنا أريد أخذ رضا هذا، أريد أخذ رضا. شلون أخذ رضا؟ أنا حاضر أطي نص ثروتي بس خلي يرضى عني. النبي صلى الله عليه وآله التفت له قال له تسمع ما يقول أخوك، يقول أنا غلطت وياك سامحني وأخذ نصف ثروتي. قال له يا رسول الله روحي فداك أنا أرضى عنه بدون أن أخذ شيء. قال له لماذا؟ قال له أخاف إذا أعطاني نصف ثروته أصير مثله أنا، هذا مو شكل، أنا أنشأ وأنا معتز بأخلاقي، أنا عندي خلقي أهم من الثروة، هذا الخلق اللي عندي هواية أعتز به. فموضع الشاهد هذا أريد أبين لك أن أحيانا الإنسان إذا صارت عنده ثروة قد تقضي على أخلاقه، والأخلاق أهم من الثروة في الواقع، الأخلاق ثروة رايحة وجاية لكن الأخلاق تبقى ميزة حلية لا تبتعد عن الإنسان الأخلاق. فإذا المسألة ترتبط بهذا المعنى، ترتبط نعم بهذا المعنى. أعود إلى الإمام سلام الله عليه. الإمام كان من يشئ لهذا بأثناء الطواف يقول له الجواد بالنسبة إلى الله هو الذي إن أعطى هو جواد وإن منع هو جواد، سواء أعطى أو منع في كلا الحالتين جواد، لأن يريد المصلحة، يريد أكو عطاء، مرة عطاء مادي ومرة عطاء معنوي. وكانت أجوبة الإمام سلام الله عليه كلها من هذا النوع. مثلا يوم يقول قال الله عز وجل ما آمن بي من فسر كلامي برأيه، هذول اللي يجي ياخذ القرآن وما عنده أصول تفسير ويفسر القرآن بيش؟ برأيه.
والقرآن ما المفروض يفسر بالرأي، التفسير بالرأي بإجماع المسلمين باطل. أكو تفسير بالوسائل العلمية، تفسير بالوسائل العلمية مقبول، لكن لا أكو تفسير بالرأي. أنا بنائي هيجي رأيي كذا، رأيك شنو؟ أنت مستند على علم لو ما مستند؟ عندك علم أو رأسا تجي تقول هذا القرآن يريد هذا المعنى؟ لا، ما تقدر تقول هيجي ما لم يكون عندك أصول أو أسس علمية. فالباري عز وجل يقول ما آمن بي من فسر كلامي برأيه. وبعد شيء ثاني يقول وما من ديني من قاش في ديني. شلون يعني؟ هذول اللي يجي يستعمل القياس بدون أن يكون القياس إلى علة معروفة. مثل إيش؟ مثل إيش؟ مثلا أفرض واحد يأتي إلى أهله بشهر رمضان عمدا، يأتي إلى أهله زين، أو لا يتعمد الأكل والشرب، هذا إلى حكم وهذا إلى حكم. هذا يجي يقول لك لا، دمن اثنين هن مفطرات، هذا مفطر وأنا أقيش هذا على هذا، هيك قياس مو مقبول، هذا غلط. ليش؟ لأن الله عز وجل فرق بين المتساويات وساوى بين المتفرقات. شلون يعني فرق بين وساوى بين المتفرقات وفرق بين المتساويات؟ يعني الآن واحد ينتقض وضوءه إذا راح للحمام، وإذا نام ينتقض وضوءه. الحمام وين والنوم وين؟ لأن مو متساويات، لكن الله شاوى جمع ما بينهن بين المختلفات. والمتساويات لا، الله فرق بينهن. يعني واحد الآن يبوق لربع دينار من حرج، إذا أنا عندي صندوق ما حد يفتح غيري وحاط لي فلوسي، يجي واحد يبوق ربع تقطع عيدة. لكن إذا غصب له أرض قيمتها 100,000 ما تنقطع عيدة، إلى حكم آخر. والحال أن متساويات، ليش فرق بينهن؟ إذن القياس ما يجري دائما، القياس لا يجري دائما. على العموم كان الإمام سلام الله عليه دائما يتصدى إلى الإجابات العلمية، كان يتصدى وكانت الأسئلة تنهال عليه، وكان شي يسوي يوزع وقته بين الإجابة على العلم وبين الإجابة على الأسئلة المادية. كانت داره مأمن للوفاد. يقول الغفاري، ذري لك رواية، الغفاري يقول كان واحد من آل أبي رافع، آل أبي رافع دول كانوا كتاب عند الرسول صلى الله عليه وآله، من موالي الرسول، واحد منهم كاتب الإمام علي في بيت المال عبد الله بن أبي رافع، دول كانوا بيت من البيوت المحترمة. فهذا يقول له سيدي واحد من آل أبي رافع يطلبني فلوس، شهر بي شوية، تأخرت أنا ما شددت للدين، أخذ يشهر بي. يقول شنو قصدي؟ هذول باعتبارهم موالي أهل البيت آل أبي رافع، يقول كنت أنتظر من الإمام أن يودي وراه ويقول له لا تلح على هذا، اتركه إلى أن الله ييسر عند الأمور ويعطيك. يقول أتوقع هذا، يقول كان شهر رمضان، المبلغ محدد اللي يطلبني يا معروف. قال لي الإمام جه يصير خير، بس انتظرني هنا بالباب. يقول قعدت على الدكة بالباب، باب الإمام سلام الله عليه. راح الإمام رضا، يقول راح إلى أن غربت الشمس، صليت صلاة الغروب وأنا صائم جوعان بحاجة إلى الماء والطعام، ضاق صدري، ضايقت، إلى الآن ما رجع الإمام. يقول شوي لما ألبت أن جاء الإمام، لما جاء أخذ بيدي جابني إلى الدار، يقول أجلسني قال لي أحسبك لم تفطر حتى الآن؟ قلت لي والله سيدي ما أكل شيء. يقول أمر لي بطعام، والتفت إلى واحد من غلمانه قال لي اقعدوا يا على الطعام واكله. يقول جلست وتناولت الإفطار، لما فرغت قال لي الإمام ارفع الوشادة. يقول رفعت الوشادة. أنا يهمني عبارته للغفاري، يقول لما اجى الامام الرضا شفت يمه الشرب واقفين على باب الدار ينتظرون العطاء، والامام يدفع اليهم شراء، يعطي لي هذا يعطي لي هذا يعطي لي هذا، الى ان اجى لي قال لي ارفع الوشاده. يقول رفعت الوشاده شفت كميه من الدنانير الذهب مشدوده، اخذتها قال لي احملها، وجابوا ياي اربعه من غلمانه قالوا متوصلوا الى باب الدار، توصلوا إلى داره وترجعون.
يقول قلت له سيدي هاي اسمح لي أن ذولا إذا وصلوا إلى مكان معين أرجعهم أنا، ما أريد يوصلون وياي. قلت له لماذا؟ قال له الإمام، قال له سيدي الوالي يعرف ذولا غلمانك وذولا وياكم مو على حال، وأخاف يعاقبوني تخلق لي مشكلة هاي القضية، ها؟ فغلمانك خليهم يرجعون. قال له الإمام كما تحب. قال لهم اتبعوا، وين يقولكم رجعوا؟ ارجعوا. يقول رجعت ودخلت إلى الدار وجدت من دون الدنانير الذهب فالدينار يلفت النظر يلمع. يقول أخذته شفت مكتوب عليه ابن أبي رافع يطلبك مقدار كذا، محدد الطلب ادفع له والباقي اتركه لمؤنة عيالك. يقول أنا ما قايل للإمام شقد هذا يطلبني، هو عيل لي شقد يطلبني وعيل لي الزائد، وكان هذا ديدن الإمام سلام الله عليه. الله هذا كان هذا ديدن دائما على طريقة آبائه دار مأم إلى الوفاة، يعني سواء في أيام بقاء بخراسان أو في أيام بقاء بالمدينة، صدقات آباء الطاهرين وعينا يعني العطاء المعنوي والعطاء المادي بعد والعطاء الأخلاقي. العطاء الأخلاقي والله أكو عبارة لبعض المؤرخين يقول ما رأيت الإمام الرضا جفى أحدا بكلام قط، ما تكلموا يا واحد بكلمة خشنة بها جفاء، ولا شحب يده من يد قط. أحيانا يجي واحد يلزمه يمشك من ايده، مو اكو بعض الناس عنده فضول يظل يحكي وايه، ها يمشك ويعطل للامام، يقول الامام يبقى واقف الى ان يفرغ هذا هو يده يلا يروح عنا الامام. يقول ولا مد رجله امام رجل احد قط، ولا تثأب ولا تمطى، وكان يضع الطعام وشي يجيب، يجيب غلمانه يجيب عبيده مماليكه يجلسهم على المائدة ويجلس معهم يأكل ويناولهم الماء أحيانا. يقول له واحد يا ابن رسول الله آخر أنت في مكانتك إلك مكانتك. يقول له الإمام صلوات الله عليه اسمع. قال بلى. قال له الأب واحد آدم والأم واحدة حواء ويجمعنا دين الإسلام، شنو الفرق أنا بيني وبينهم؟ وهذا الخلق العالي، هذا الخلق الكريم، هاي الدروس الأخلاقية. كان الإمام سلام الله عليه الدرس المعنوي والدرس المادي والدرس الأخلاقي بعد والدرس الوعظي. الإمام سلام الله عليه كان يقول أوحش ما يكون ابن آدم في ثلاثة مواطن. شنو هاي المواطن؟ يقول المواطن الأول يوم يولد ويخرج من بطن أمه، هذا يطلع من هالمكان اللي كان به وفي غاية الضيق إلى هذا المكان إلى هالدنيا هاي العريضة الأريضة، يستوحش يشوف نفسه في عالم غير عالمه اللي ترعرع فيه. والموطن الثاني يوم يموت، يقول انزل من هالدنيا هاي اللي كانت واسعة من هالعالم من هالفضاء اللي كان الهواء يلعب فيه يمينا وشمالا الى قبر الى مجموعة من الاحجار والصفائح، ها مو هذا، ومسندين على الجنوب كأنهم شرب تخاذل بالطلا اعضاؤه اكلتهم الارض التي ولدتهم، اكل الضروش حلت له اكلاؤه، جاب خده وخلاه على الرمل ووجهه ودبوا عليه التراب وكروا عنه راجعين. هذا ايضا موطن من مواطن الوحشة. والموطن الثالث يوم يبعث عندما يطلع من القبر ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداد الى ربهم ينشلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يقول هاي المواطن تمر بيها الوحشة على الإنسان، أوحش ما يكون ابن آدم بهالمواطن، ولذلك سلم الله على أنبيائه في هذه المواطن، قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت
ويوم أبعث حيا. زين، فكان الإمام سلام الله عليه يغتنم الفرصة للدرس. شنو؟ الدرس الأخلاقي والدرس الاجتماعي والدرس اللي يتعلق بفرع من فروع العلم. على العموم حياة عامرة بالتقوى بالإيمان، لسان لهج بذكر الله، يد متمرسة بالعطاء، روح منفتحة للعطاء. هذه الفترة اللي قضاها اجوا الى الحكم. منه لما جاء العباسيون الى الحكم في ايام الامام الرضا سلام الله عليه، الامام الرضا المن عاصر بقية خلافة هارون الرشيد. زين، من بعد خلافة هارون اجت خلافة محمد الامين ابن زبيدة، 3 سنين و25 يوم هاي المدة الاولى. ثم صارت الانتفاضة عليه لما بايعوا للإمام الرضا سلام الله عليه. ولاية العهد لما صارت للإمام الرضا صار انقلاب في بغداد. الانقلاب عليه من كان؟ كان الانقلاب آنذاك في بغداد بسبب أن التوجه صار توجه لآل علي بن أبي طالب. صار عليه انتفاضة، بويا عم إبراهيم شقد، إبراهيم ابن شكلة ابن المهدي شقد بيعته 14 يوم. ثم عاد محمد إلى الحكم مرة أخرى 7 أشهر. ثم من بعد ذلك قتله المأمون، قتل طاهر ابن الحسين الخزاعي وإجا المأمون إلى الحكم. فش تكون أيام الإمام؟ تكون أيام خلافة هارون الرشيد وأيام خلافة محمد الأمين ابن جبيدة وأيام خلافة المأمون، واستشهد الإمام في خلافة المأمون كما سيمر علينا. إذن الإمام استدعي إلى خراسان متى؟ الإمام استدعي إلى خراسان وهو كان الإمام يأشر إلى هذا، يعني يخبر أصحابه بأني أنا راح أروح إلى خراسان، لأن طبع لي يوم من الأيام واحد من أهل المدينة قال له سيدي أنا أمس رأيت رؤيا. قال له ماذا رأيت؟ قال له رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله. قال لي كيف بكم إذا دفن عندكم بعضي واستودعتم وديعتي وحل في ثراكم نجمي؟ الإمام سلام الله عليه قال له فهمت أنت الذي قاله النبي؟ قال لا يا سيدي، ولذلك أسألك. قال له الوديعة التي أشار إليها جدي رسول الله هي أنا، سوف أدفن في أرضكم. ألا ومن زارني في قبري وهو يعرف ما وجب لي عليه من الحق كنت أنا وآبائي شفعاءه يوم القيامة عند الله. الإمام سلام الله عليه كان، ولذلك حتى مع دعبل لما دعبل أنشد قصيدته وقبر بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، وقبر بأرض الجوزجان محله، وقبر ببا خمرة لدى الغربات، قال الإمام وقبر بطوش. يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات. قال سيدي أنا ما أعهد لكم قبر بطوش، هاي المنطقة أنا ما أدري لكم بها قبر. قال بلى، لن تمضي الليالي والأيام حتى تكون طوش مقر شيعتي وزواري. ألا ومن زارني في غربتي كان معي يوم القيامة. فالإمام سلام الله عليه كان يشير إلى هذا المعنى وينبه إلى أنه سيكون في طوش. فالإمام بكل مناسبة كان يشير إلى هذا المعنى. جلب يا سنة؟ جاب المأمون 201 من الهجرة، يعني قبل وفاة الإمام بسنتين وأشهر. بأول من وداله؟ وداله الجلودي هذا القائد اللي كان من أقصى القواد، المنطقة الشرقية كلها كان هو يقودها.
هذا الجلودي إلى تاريخ مؤلم مر ويا عائلة الإمام موسى بن جعفر ويا عائلة الإمام الرضا. هذا أحرق دور آل محمد بالمدينة أحرق. نعم. وإجا إلى دار الإمام الرضا إلى دار الإمام موسى بن جعفر، الإمام موسى بن جعفر بالسجن، والجلودي دخل إلى الدار أراد إحراقها، أوقد النار بالباب، الجلودي واقف يرتعد، قال له لا أبو أنا مأمور أن أطب أسلب عائلتكم. قال للإمام أنا أعطيك كلام أنه ما أترك على وحدة من العلويات شيء من الحلي إلا أخذه وأجيب الكيان، لكن أخليك تدخل على عائلتي لا، هذا ما أخليك ما أترك دون ذلك الموت. وألح أصر الإمام على ذلك، وفعلا راح للبيت جمع لشأكوا على النساء حلي جاب، قال تفضل إذا هذا قصدكم أخذ لهذا. هذا الجلودي شنو كان موقف الإمام بعدين منه؟ شنو اللي كان موقفه؟ يقولون المؤرخين لما نصب الإمام ولي عهد، المأمون حاط الإمام إلى جانبه وجيت حادث وياه، وبالأثناء إجا الجلودي. لما إجا من بعد الإمام شاف المأمون تغير وجهه، قال له ما الخبر يا أمير المؤمنين؟ قال له هذا أدب شز، أنا عارف أن هذا شو مسوي بيكم وبيوتكم، إلي حساب ويا عشير. قال له الإمام أقسم بحقي عليك ألا تؤاخذه، أعفو عنه لا تأخذه، هذا شيء راح. هذا لما شاف الإمام يتكلم مع المأمون تصور أن الإمام يغري المأمون به، يقول له يعني أقتله أخذنا حقنا من عدة. إجا وقف وين؟ على رأس المأمون، قال له أقسم عليك يا أمير المؤمنين ألا تسمع قول هذا فيه. قال له فعلا ما راح أسمع قول فيه، اطرحوه اضربوا عنقه، طرحوه قتلوه. نبه. هذا الجلودي كان هو الذي أرسله المأمون لجلب الإمام الرضا سلام الله عليه. إيش قال؟ سنة 201 من الهجرة جاب آل أبي طالب مجموعة من عندهم، من جملتهم إسحاق ابن الإمام الصادق عم الإمام الرضا ومجموعة من الطالبين، أنزلهم المأمون بدار وأنزل الإمام الرضا بدار على حدة، وأقبل عليه تمام الإقبال لا أن دخل عليه. قال لي أنا عزمت على أن أخلع نفسي من الخلافة وأضعها في عنقك، لأنه أنا عندي نذر بهذا المعنى أن أسلم هذا الأمر لأفضل آل أبي طالب وأنت أفضلهم. قال للإمام هذا الأمر واحد من اثنين، هاي الخلافة إما الله مطيك إياها أو لا، فإن كان الله قد أعطاكها ما لك حق أن تخلع قميصا ألبسكه الله أو ألبسه الله إياك. ها في هذا القميص الله لما وضع خصصه إليك ما لك حق أنت تنزع ما أراد الله منك أن تلبسه، وإذا كان لا مو إليك لغيرك ما لك حق تهب ما لغيرك، أنت مو إليك هذا حتى تهب. قال له أنت دائما تقابلني بما أكره، لا بد من قبول هذا الأمر، أنت لا بد من أن تقبل هذا الأمر. قال للإمام إن الله نهاني عن أن ألقي بنفسي إلى التهلكة، خلافة أنا ما أقبله لكن ولاية العهد ممكن، لأن يدري الإمام أنه ما رح يعيش، يعني ما رح يتركه إلى أن تمتد به الأيام حتى يأخذ ولاية العهد. قال له أنا أقبل منك بولايته، هل مقدار أقبله؟ هذا يحقق هدفي. وفعلا أعلنت ولاية العهد للإمام، وتلك السنة خطب على المنابر باسم الإمام، وضربت السكة باسمه، وأخذوا أيضا أئمة الجماعة ينوهون باسمه. يقول أبو الصلت أنا قاعد والإمام متوج، والشعراء يقرون قصائدهم، والأدباء يلقون كلماتهم، والطيب يوزع على الناس، فرحت يقول الحمد لله أنا الله عز وجل أرجع حق من حقوق آل الرسول إليهم. يقول بصر بي الإمام استدعاني، قال لي تعال، قال لي أشوفك فرح مغتبط، قلت إيه والله سيدي، قال لي لا تفرح إن هذا الأمر لا يتم، لا أنا ما راح أوصل حتى لا أرجع إلى أهلي، ترى أنا نطلع تجمعة أهلي وأمرتهم أن يبكوا علي، ترى مدينة غريبة عني أنا بعيد عنها ما راح أوصل إليها ما راح أرجع إليها. يقول تكدرت أنا، وطلع الإمام سلام الله عليه من بعد ذلك الموقف
وصاروا يستعدون للرجوع إلى العراق بالطريق. بدا لهم أن يدسوا السم للإمام. دخل عليه واحد عاد من الغلمان. الإمام كان يشتكي وجع، يشتكي ألم. قال له الخليفة أمر بأن تسقى ماء الرمان، وجايبين كمية رمان. فت الرمان بيده واعتصره وقال للإمام تشرب من؟ أخذ الإمام منه جرعة، أحس بالشوم يشري ببدنه. شلون مرت ساعات على الإمام؟ ساعة الشعور بالغربة، البعد عن الأهل، ساعة دنو أجله إليه، شاخص ببصره لبعده عن وطنه عن دار جده. يقول أبو الصلد: جلست عند رأسه نظرت إلى الإمام مهموما يتقلب بالحجرة يمينا وشمالا وقد التهب فؤاده من حرارة الشوم وهو يشخص بعينه. لما اشتدت عليه الحال قال: يا بصل سجني إلى القبلة. يقول: سجيته أسبل يده ورجله وغمض عيناه ثم فاضت روحه الطاهرة بعيدا عن الأهل ولا حبه. يقول: أعلمت موت الإمام، لما أعلمت ذلك أقبل الناس يهرعون من أطراف خراسان وهم ينادون: وسيدا وإماما. كتم المأمون وفاة الإمام يوم وليلة. ثم بعد ذلك أعلنت، لما أعلنت جاء الناس يهرعون، تصدر المأمون التشيع هو وجماعة ووصل الإمام إلى هذا القبر، إلى هذا المكان. يعني ما مر عليه وقت إلا قصير ثم شيع ذلك التشيع. ولكن جده الحسين وقفت على وراء زينب يوم العاشر من المحرم صاحت: ويحكم أما فيكم مسلم يواري هذا الغريب، أما فيكم موحد يدفن هذا السليب. شاعتذر عندك ما للسان، فزعنا لك من الخيام نسوان. ما أدري هل أوقدت الحوراء زينب ليلة الحادي عشر من المحرم مكان إخوتها أشرجة، أم بقيت تلك الليلة بالظلماء الأطفال حولها يتصارخون: علينا يا بويا اللي الهود وانا غريب ولا لحد، بمن يا بويا القلب يضمن وحائرة نطر القوم وأعينا رعبا غدت عليها خدرا جموع. إخواني نتوجه به الليلة الكريمة إلى الله بحاجاتنا وإحنا في رحاب الإمام الرضا سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء،
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا ربي نسألك بجلال وجهك إن لم نكن أهلا للإجابة فأنت أهل للعطاء فارحمنا يا الله اللهم لا تدع لنا مرضا إلا شفيته ولا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا كشفته ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة